ثاني نافذة لصيرفة الإسلامية يطلقها بنك القرض الشعبي الجزائري على مستوى الجزائر العاصمة. البنك الذي يعمل على التسويق التدريجي لهذا المنتج عبر كامل شبكاته، معتمداً على خدمات مخصصة لجميع الشرائح المستهدفة. احنا نوفرون ان ديفيرسيتي دو برودوي بنك كلاسيك بنك اسلاميك في البنك اسلاميك nous avons donc développé 9 produits mais 5 produits vont être commercialisés à partir de maintenant. في المربح السيارات لازم يكون الزبون عنده مدخول شهري تاع 40000 دينار ونديروا له ان سيمولاسيون ما لازمش نحيوا له الاقساط، ما لازمش الاقساط يفوتوا 30% من المدخول تاعو الشهري. لتسويق هذه المنتوجات الجديدة قام القرض الشعبي الجزائري باعتماد فريق متعدد التخصصات مكون من إطارات ومندوبين تجاريين لهذا الغرض. عندنا المكلفين بالتسويق الصرف الإسلامية عبر وكالة القرض الشعبي الجزائري، هما تابعوا تكوين خاص من طرف مختصين في الشريعة في المنتوجات المطابقة للشريعة الإسلامية. هو فضاء خاص سبيس ديدي سبيسيالمون بور لا فينونس إسلامية، حتى تكون عندنا الصرفة الكلاسيكية تسمى بحذاء والصرفة الإسلامية بحذاء. 5 منتجات من أصل 9 وضعت تحت تصرف الزبائن، حيث تتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في انتظار إطلاق باقي المنتجات الأخرى.